بين قرارات غامضة وتوترات حربية، وصولاً إلى إخفاقات خططية وتسويات ضبابية، تشعر أوكرانيا أن أملها الأخير في السلام أصبح بعيد المنال. فالأوضاع في أوكرانيا تزداد تعقيداً، تقارير عدة تؤكد ذلك، حيث قالت إن اجتماع مستشاري الأمن القومي في دافوس الذي كان مخصصاً لصياغة السلام الأوكراني انتهى دون التوصل إلى خطة محددة. ليتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا اللقاء هو فعلاً الأمل الأخير للسلام. خطوات صياغة السلام الأوكراني ما زالت ضبابية وغير واضحة، مما يعكس عدم اليقين بشأن مستقبل أزمة أوكرانيا. من جهته، وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس أكد أن هذا الاجتماع قد يكون الأخير بشكله الحالي، مشيراً إلى ضرورة إشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا. كانت كلمات وزير الخارجية تحمل رسالة واضحة بشأن أهمية الحوار مع روسيا لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا، ووصف مهمة التسوية السلمية في أوكرانيا بأنها ليست سهلة، مؤكداً أن العملية ستكون طويلة وصعبة. خبراء أوكرانيون كشفوا عن تردد الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الاعتراف بضرورة التوصل إلى هدنة مع روسيا، لكن مراقبون أكدوا أن زيلينسكي يأمل في التوصل إلى هدنة لوقف الحرب، خاصة مع تراجع الدعم الغربي وزيادة كلفة الحرب عالمياً، لكنه يواجه تحديات داخلية وخارجية تمنعه الآن من اتخاذ هذا القرار.